بسم الله الرحمن الرحيم برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة حلقة جديدة مع كورة كل يوم إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة إن شاء الله وضيوفنا النهاردة هيكون كابتن أحمد جعفر وكابتن حسام حسن إن شاء الله هيكونوا ضيوفنا النهاردة ومحللنا طبعا في كورة كل يوم بإذن الله في الجزء الثاني من حلقتنا طيب خلينا نبدأ عندي أخبار مهمة جدا طبعا وكلنا متابعين طبعا وتابعنا امبارح ماتشات الكاس وصلنا خلاص لل مرحلة الدور قبل النهائي يوم الثلاثة القادم بعد بكرة إن شاء الله وتم تعديل مواعيد الماتشات الإسماعيلي وزد هيلعبوا الساعة ستة والناحية الثانية بيراميدز والمصر هيلعبوا الساعة تسعة يوم الثلاثة اللي جاي بعد بكرة إن كان الـ الـ إحنا حتى يعني اتكلمنا في القصة دي امبارح إن كان الماتشين معمولين في وقت واحد الساعة تسعة ولكن النهاردة كابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يعني خلى ماتش الإسماعيلي وزد الساعة ستة ان شاء الله في استاد اسماعيليه ومباراه تانية ما بين بيراميدز والمصري في الدور قبل النهائي لكأس مصر هتبقى بيوم الثلاث الساعه 9 بالليل ان شاء الله في استاد الجيش في برج العرب طيب خليني اقول لكم بقى حاجه مهمه جدا على زيزو زيزو لاعب نادي الزمالك حتى الان طبعا لسه عقده مستمر لمده سنه يمكن في الاجتماع اللي فات يعني بنعرف بعض التفاصيل الجديده كده في في قصه زيزو الزمالك كان قلت لكم عرض عليه 40 مليون جنيه في في التجديد عقده في الاجتماع اللي فات وكان في عرض اللي هو بتاع نادي نيوم السعودي ب مليون دولار ويمكن نادي الزمالك قال لي زيزو قدم له العرض بتاع ال مليون جنيه للتجديد وفي نفس الوقت رموا كده كلمتين في الاجتماع ان احنا برضو الزمالك محتاج فلوس وعايز فلوس والكلام ده فايه رايك في العرض بتاع نيوم السعودي ان تروح نيوم السعودي ولا لا فزيزو قال لهم هرد عليكم زيزو النهارده طلع بتصريحات كده كان يعني شوية إيه بيقول لك أنا إدارة الزمالك عايزة تبعني أنا مش عارف أعمل إيه حتى الآن موقفي مش واضح أو موقف نادي الزمالك مني مش واضح فمن شوية إدارة نادي الزمالك رفعت العرض بتاعها لزيزو وكان زيزو برضو بيتكلم على اللي أنا قلته لكم قبل كده إن هو يعني أنا زيزو أحسن لعيب في الزمالك وأنا كذا وأنا السوبر في نادي الزمالك وعايزين يجيبوا اشرف بن شرقي برقم اكبر مني وانا اللي شايل نادي الزمالك الفتره اللي فاتت وانا قلت لكم حقه ان هو يقول كده زيزو ان زيزو من اللعيبه طبعا المهمه جدا في الزمالك الفتره اللي فمجلس الاداره في الزمالك شاف ان القصه ايه يعني هيبقى في انتقاد لمجلس اداره الزمالك فراح الزمالك من شويه رفع العرض لزيزو الى 60 مليون جنيه عشان التجديد في الزمالك عشان يبقى قصه الزمالك بيرمي الكوره في ملعب زيزو لسه من شوية كده جالي خبر إن الزمالك رفع العرض من 40 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه في الموسم للتجديد لزيزو يا زيزو إحنا هنجدد لك ب 60 مليون جنيه أنت رأيك إيه؟ هتجدد ولا لا؟ أنت مش عاجبك ال 40 مليون طب إحنا خلاص رفعنا العرض 20 مليون زيادة يعني هيبقى أكتر من أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي هياخد مليون دولار يعني حوالي 50 مليون جنيه مصري فزيزو 60 مليون العرض نادي الزمالك دلوقتي لزيزو 60 مليون جنيه واداره نادي الزمالك مستنيه زيزو يجي يمضي على العقد الجديد عشان يبقى كده اداره الزمالك يعني ايه قدام الجماهير وقدام الراي العام وكل حاجه احنا هو عملنا اللي علينا زيزو اغلى لعيب موجود في نادي الزمالك بستين مليون جنيه ارقام طبعا خزعبليه يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني ارقام طبعا ربنا يبارك يعني بس ارقام كبيره جدا ومبالغ فيها طبعا بسبب سعر الدولار بسبب سعر الدولار فما شاء الله وكان زيزو جاي له راتب في نادي نيوم السعودي خمسة مليون دولار في السنه ده غير الفلوس اللي الزمالك هياخدها عرضه عقده سنتين يعني العرض اللي جاي له من نادي نيوم سنتين السنه غير ان نادي نيوم هيدفعه نادي الزمالك زيزو هياخد خمسة مليون دولار عارفين يعني خمسة مليون دولار يعني ربع مليار جنيه مصري في الموسم 250 مليون جنيه ده ده العرض اللي جاي من نادي نيوم لزيزو فالزمالك قال لك لا ايه يبقى القصه مش اداره الزمالك القصه مش بتاعتي انا اهو رفعت العرض ل 60 مليون جنيه لزيزو تعالى يا عم زيزو امضي فخلينا نشوف بقى هيحصل ايه في لعبه القط والفار شويه اليومين دول ما بين اداره الزمالك وما بين زيزو فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل وبرضه بيني وبينكم يعني عرض نيوم السعودي جامد قوي يعني لو اي بني ادم بيفكر جاي في سنه 5 مليون دولار عقدي يعني 250 مليون جنيه يعني ربع مليار موضوع صعب برضه انا الناس هنا في مصر او الجماهير بتتعامل بالعاطفه شفت زيزو هيسيب وهيعمل مش زي كموضوع رمضان صبحي لما راح بيراميدز كان ساعتها الاهلي العقود ب 12 مليون و13 مليون راح خد في بيراميدز 40 و50 مليون فبرضه كبني ادم انا لو جالي عرض بالارقام دي في في اي حته هروح <applause> هتعمل ايه ما احنا بني ادمين وكل واحد يعني بيبص لمستقبله اه بيحب الزمالك وادى في الزمالك وكل حاجه لكن الع... عقده معروض عليه من نادي نيوم السعودي 5 مليون دولار في السنه في الموسم عقده هو الشخصي يعني 250 مليون جنيه في... في السنه ما شاء الله يعني فهنشوف بقى لعبه القط والفار كل واحد طبعا إيه؟, ايه, سواء الزمالك او زيزو عايز يطلع شكله كويس قدام الجماهير فعمالين يلعبوا بعض الزمالك هو زود العرض بقى 60 مليون جنيه في السنه لزيزو عشان يبقى اعلى لعيب في نادي الزمالك وزيزو هنشوف بقى هيمضي هيجدد من الزمالك ولا مش هيجدد خلي بالكو من الاخر يعني عايز اقول لكم من الاخر وانا قلت الكلام ده قبل كده اداره الزمالك محتاجه فلوس وعايزه تبيع زيزو لنادي نيوم ب 5 مليون دولار ولكن هم خايفين من رد فعل الجمهور ان اداره الزمالك ما جددتش لزيزو يعني خايفين من انتقاد السوشيال ميديا والجماهير ان زيزو برده لعيب تقيل في نادي الزمالك وزيزو من جواه اكيد بيبص برضو للارقام الفلكيه اللي جايه من من نادي النيوم السعودي برضه اكيد وبرضه مش عايز شكله يبقى وحش قدام جمهور الزمالك ما هو اللي ساب الزمالك عشان الفلوس فهنشوف بقى هتمشي ازاي الدنيا يعني انا بحكي لكم كده ايه كل واحد بيفكر ازاي الاداره بتفكر ازاي وزيزو بيفكر ازاي وكل واحد مش عايز يبان قدام الجماهير ان هو آه يعني انا اداره زي الزمالك مش عايزه زيزو عايزه تبيع الفلوس وزيزو عايز يروح عشان ياخد رقم جامد في نيوم خلي بالكم اليوم السعودي كمان فريق في الدرجه الاولى هم بيخططوا عشان يصعدوا السنه الجايه للدوري السعودي فعاملين العقد مع زيزو سنتين او عايزين يعملوا العقد يعني مع زيزو سنتين عايزين يشتروه من الزمالك ويلعب معاهم في دوري الدرجه الاولى عشان يصعد الى الدوري الممتاز السعودي طيب دي نقطة وأنا شرحت لكم الموضوع بالتفصيل النقطة التانية الزمالك بكرة هيفك القيد بكرة خلاص خلص القصة بتاعت اتشين مونك اللعيب اللي كان بيلعب في نادي الزمالك كان الزمالك مفروض يدفع له 115 ألف دولار الزمالك جمع المبلغ ودفعهم و ألف دولار اللي هم قيمة مستحقات مساعدين فريرة كان القيد موقوف في الزمالك الفترة اللي فاتت عشان الموضوعين دول موضوع اتشين بونج 115000 ألف دولار و ألف دولار قيمه مستحقات مساعدين فرير خلاص الزمالك هيخلص القصه وبكره الزمالك هيجي الجواب من الاتحاد الدولي الفيفا ان هو القيد اتفك خلاص يعني ان شاء الله بكره هتسمعوا ان القيد اتظبط في نادي الزمالك خلاص والزمالك يحق ليه التعاقد مع لاعبين جداد ويبقى كده الصفق الزمالك عايز يجيب صفقات عايز يجيب لعيبه جديده بكره القيد هيتفك خلاص المصري برضو فك القيد بتاعه النهارده مودرن سبورت نادي مودرن سبورت كان عليه برضو مستحقات لعيب تونسي اسمه مروان صحراوي برضو نادي مودرن سبورت النهارده دفع الفلوس وفك القيد بالنسبه له عشان يقدر يتعاقد مع لعيبه جديده في الموسم القادم ان شاء الله اوكي اوكي يعني الزمالك بكره ان شاء الله هتسمعه انا بقول لكم اهو النهارده بكره هتسمعوا ان القيد اتفك في نادي الزمالك وهيجي خطاب رسمي من الاتحاد الدولي ان الزمالك القيد بتاعه اتحل خلاص والدنيا اتفكت وكل الامور هتبقى تمام طب الناس تقول لي يا عم كريم ايه موضوع خالد بطيب خالد بطيب خلاص الزمالك عمل معاه اتفاقيه وجدوله المستحقات فبرضه خلاص القصه انتهت يعني بس الزمالك لازم يلتزم بدفع وجدوله المستحقات في مواعيدها يعني عشان ما يبقاش في مشكله ماشي ايه تاني الزمالك عايز يتعاقد مع صديق جولا. يتعاقد مع صديق وخلي بالكم انا بتكلم شويه كتير على الزمالك ليه؟ ان الاهلي خلاص بيعمل صفقاته وناقصه صفقتين، واحد مدافع واحد مهاجم. فانا بقول لكم يعني ايه الـ 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 المفاوضات اكتر شويه هتبقى في الزمالك ان في لعيبه كتير ماشيه من فريق الزمالك، انا قلت لكم حتى امبارح بعض الاسماء، قلت لكم محمد اشرف أو والزناري وسيف فاروق جعفر وناصر منسي في يعني اللعيبه كمان مشيت قبل كده محمود علاء راح الدوري الليبي وفي لعيبه هتمشي آه كمان من نادي الزمالك لسه موضوع محمد عواد ما تحسمش بشكل كبير هنشوف ايه اللي هيحصل اداره الزمالك برده اوباما برضو لسه الموضوع ما اتحسمش فالزمالك فصد... دلوقتي عايز صديق جولة لاعب سيراميكا ونادي سيراميكا عايز 30 مليون جنيه عشان يبيع صديق اجوله خلي بالكم صديق اجوله لعيب جامد جدا يعني لعيب قوي جدا ومن احسن اللعيبه المهاجمين الاطراف في في الدوري المصري يمكن هو السنه دي افضل لعيب اجنبي كان موجود في الدوري المصري صديق جولة لاعب سيراميكا فالزمالك عايزه وسيراميكا عايز 30 مليون جنيه هنشوف بقى ايه الزمالك هيقدر يخلصه ولا لا بس انا مستغرب شويه من نادي سيراميكا إنه هو بيبيع لعيبه كتير الفتره الحاليه يعني حتى يرجع لي كده برضه عشان نقول الخبر ده في اتنين لعيبه برضه مهمين من نادي سيراميكا انتقلوا خلاص الى البنك الاهلي او يعني المفاوضات خلصت وخلاص هينتقل النادي البنك الاهلي احمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا اللي كان الزمالك عايزه برضه احمد ياسر ريان هينتقل الى نادي البنك الاهلي ومحمد ابراهيم لاعب برضه الوسط المهاجم في نادي سيراميكا هينتقل ايضا الى نادي البنك الاهلي صفقتين حلوين قوي لنادي البنك الاهلي احمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم ان شاء الله في الموسم القادم هتلاقيهم في نادي البنك الاهلي طيب الزمالك برضو بيتكلم مع عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي مخلص في بيراميدز انا عرفت ان هو متفق في بيراميدز ومخلص ومتفق ان هو حتى عقده في السنه هياخد 15 مليون جنيه ولكن نادي الزمالك بيحاول يقنعه ان هو هو لسه الولد يعني بيقولوا لي ناقص امضه بس هو مخلص كل حاجه ومظبط كل حاجه مع نادي بيراميدز في الموسم القادم بس الزمالك برضو عايز يشتري او يجيب عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي هيبقى فري ان هو خلاص عقده هيخلص مع النادي الاسماعيلي فبيحاول الزمالك يعني يخطف عبد الرحمن مجدي قبل ما يخلص بشكل نهائي في بيراميدز برضه عبد الرحمن مجدي من اللعيبه الجامده الزمالك بيحاول يجيب صفقات قويه عشان يعمل فرقه جامده والله يعني انا عايز برضه حي اداره نادي الزمالك رغم ان الناس عماله تنتقدها وتقطع فيها وموضوع الكاس والخروج من الكاس ومش عارف ايه لكن الناس بتحاول خلي بالكم يا جماعه ارجع لي والنبي معلش كده دي اهداف لعبد الرحمن مجدي طبعا اللعيب اللي احنا بنتكلم عليه عايز اقول لكم حاجه بس اداره نادي الزمالك عارفين اللي وقع في 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 حفره نار كده يعني فاكرين لما كانوا الناس لسه نازله الانتخابات وكان النادي عنده مشاكل كتير والقدمة وقف ومش عارف ايه و... والناس بتحل ما هو برضه لازم ايه احنا مش هنقعد مش هنقعد ايه نهاجم الناس ومش فعر... مش عارفين الحقيقه الزمالك عليه يا جماعه الفتره اللي فاتت من ساعه ما المجلس ده مسك ارقام خزعبليه خلي بالكم انتوا عارفين المجلس ده بقاله 8 شهور ماسك نادي الزمالك من بعد الانتخابات تاني مره يفك القيد على قضايا مش بتاعته قضايا من مجال السابقه اه هم عارفين هم جايين وعارفين ان في بلاوي زرقاء وفي <applause> ديون يعني متلتله لكن الناس بتحل الناس شغالة ما هو برضو ما احنا جمهور نادي الزمالك لازم الناس برضو يبقى عندها تقدير للناس المسؤولة ما هو الناس بتحاول الناس عمالة تشتم في إدارة الزمالك وتقطع في كابتن حسين لبيب وتقطع في المجلس ويا ويقصوا الناس مش عارف طب ما خلي بالكم الناس واقعة في كمية مشاكل غير هم عارفين ان هم هيقعوا في المشاكل دي يعني هم نزلوا انتخابات وعارفين احنا عارفين القصة دي لكن برضو لازم نقف جنبهم ما هو الناس هتعمل ايه الناس بتجيب صفقات وجابوا عبد الله السعيد وجابوا ناصر ماهر وجابوا احمد حمدي انا مش بدافع عن حد ولا بنتقد حد انا بقول لكم الواقع عشان انتوا المشاهدين او الجماهير الزملكاويه اللي ماسكه على السوشيال ميديا وعماله تقطع في الناس الناس هتعمل ايه يا جماعه الناس عماله هتلاقيها من هنا من خالد بطيب ولا من مساعدين فريرة ولا من اتشن بونج ولا مش عارف من اللعيبه اللي جت حتى بارقام كبيره وما تستاهلش الارقام دي ابراهيم انضاي و... وسامسون ايكنولا اللي جنب ارقام قد كده وابراهيم دايم مقدم شكوى على النادي وكان برضه المجالس السابقه هي اللي متعاقده معاه فالناس بتحاول والناس بتشتغل والناس بتجيب فلوس ورجال اعمال زي الاستاذ ممدوح عباس وهقول بالاسم اهو راجل محترم جدا وعمال يدفع الراجل اسمه حسين السيد كابتن حسين السيد في مجلس اداره الزمالك عمال يدفع بالدولارات ملايين الدولارات الناس عماله تدفع عشان تحل الازمات الموجودة فمش كمان الجمهور والناس هيبقوا كمان عمالين يضغطوا عليهم بالراحه خلي الناس تشتغل، خلي الناس تحاول. انتوا ضاغطين جامدين جدا، أنا عارف إن في سوشيال ميديا موجهة بغرض معين إن هم ضد المجلس عشان يوقعوهم ويحبطوهم ويهيجوا الناس ويسخنوا الناس. دي بيبقى دايماً في ناس شغالة وفي ناس ضدهم. لو عملوا لو جابوا يعني لبن العصفور لبن العصفور هيقطعوا فيهم برضه. بس لازم الناس تفكر. يعني جماهير الزمالك تفكر. الناس بتحاول تشتغل، اه عندهم أخطاء، ما هو مش ملايكة، بس عندهم ضغوط وديون كتيرة جدا متحملينها من المجال السابقة، فالناس بتحاول وملايين الدولارات وانتم شايفين فرق العملة دلوقتي الدولار ساعتها كان ب 18 جنيه ولا ب 16 جنيه دلوقتي ب 50 و 49 جنيه. فالناس بتحاول فلازم جماهير الزمالك زي بتحب نديها وبتحب فرقتها لازم تقف مع المجلس الحالي، ما هو المجلس ده اللي بيقود الزمالك. وكنا احنا كلنا بنطالب ان في مجلس اداره ويجي ويحل الازمات، الناس بتحاول وبتحل بس المشاكل كبيره جدا فمش هيبقى المشاكل والديون وكمان الجمهور ضدهم، لا بالراحه كده عشان ال ال... ال... نادي الزمالك يقف على رجله تاني وفي كل ده والزمالك بيدفع مستحقات اللعيبه القديمه بيحل المشاكل والديون القديمه بيدفع مستحقات ال... الالعاب الاخرى زي الهاندبول والباسكت والطايره والنواحي الاجتماعيه داخل نادي الزمالك والموظفين فالدنيا صعبة فلازم الناس تبقى بتفكر كده قبل ما تهاجم وتقف وتساند ادام هم بيحبوا نادي الزمالك بواجه كلامي الاعضاء وللجماهير نادي الزمالك لازم نساند الناس ان الناس بترمي نفسها في النار بصراحه حسين لبيب والمجلس الاداره حسام المندوه واحمد سليمان مع حفظ الالقاب عمرو ادهم كل الناس هاني شكري كل الناس ناس بتشتغل ناس بتحاول توفر وتجيب كم... كابتن حسين السيد طبعا لازم اديله حقه الراجل من جيبه الخاص بيدفع حتى لو هياخد حي... الفلوس دي بعد كده بس الناس بتساعد وبتحل ازمات عشان الجمهور يتبسط وعشان يبقى يقدر الزمالك يجيب صفقات ويبقى القيد اتفك و... ويجيبوا لعيبه ويمشوا الدنيا ويدفعوا فلوس المدربين و... قصص قصص فالله يكون في عونهم وانا بحييهم مجلس اداره الزمالك حتى لو في اخطاء في بعض القرارات مش مشكله عشان المركب تمشي لازم كلنا يعني نمشي المركب كده ونقف جنب المركب لغايه ما الدنيا تعدل فبحييهم وبنقف جنبهم ونساندهم عشان يكملوا الطريق ان شاء الله ويخلصوا الأفلامنات اللي على نادي الزمالك دي ويجيبوا صفقات فبيكلموا صديق جولا وبيكلموا عبد الرحمن مجدي وبيكلموا عمر الساعي لاعب الاسماعيلي رغم ان النادي الاهلي عارض 30 مليون جنيه على نادي الاسماعيلي عشان يشتري عمر الساعي. وقابله للزياده النادي الاهلي يعني مركز جدا مع عمر الساعي واي رقم النادي الاسماعيلي هيعوزه حي... النادي الاهلي عرض 30 مبدئيا وممكن يزود يبقوا 40 وممكن يبقوا 50 وعايز يجيب عمر الساعي الزمالك داخل فيه برضه وبيحاول وبيعافر يعني دي الحاجات بتاعت نادي الزمالك يعني انا قلت لكم عايز عايز صديق جولا عايز عبد الرحمن مجدي داخلين في عمر الساعي بكره القيد هيتفك بتاع نادي الزمالك موضوع زيزو ورفع العرض ل 60 مليون جنيه فيعني حاجات كلها ايجابيه انا شايفها في نادي الزمالك وعايز اقول لكم برضو بعض الاخبار على بقيه الانديه والنادي الاهلي طبعا لازم هنتكلم عليه وهنتكلم على منتخب مصر عايز بس اقول لكم ال... ال... خلاص اتحدد الفرق اللي هتلعب ضد ال... الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال والفرق اللي هتلعب ضد الزمالك والمصري في الكونفدراليه ال... في دوري الابطال الاهلي هيواجه جورماهيا الكيني انتوا الماتشات بتاعه افريقيا الاهلي كان يعني ما لعبش في دور ال 64 هيبدا من دور ال 32 فخلاص فريق جورماهيا الكيني قدر يوصل لدور ال 32 والاهلي هيلاعب جورماهيا الكيني انتوا عارفين الماتشات ان شاء الله بتاعت دوري الابطال هتبدا يوم 13 14 15 اهو دي الماتشات المواجهات القادمه بالنسبه لبيراميدز بيراميدز طبعا كسب فريق زنجبار وبطل زنجبار اللي هو كي يو بي ده وكسبه 6 0 و3 وصعد بيراميدز لمواجهه الجيش الرواندي. اهو الجيش الرواندي مع بيراميدز في دور ال 32 دوري ابطال افريقيا. الاهلي مع جورماهيا الكيني. بقيه الفرق بقى ساجرادا بطل انجولا هيلاعب انوجو رينجرز بطل نيجيريا. ريد اروز بتوع زامبيا هيلعب ضد مازيمبي كونغولي. فريق سوانز طبعا في دور ال 32 بنسمع اسماء برضو فرق مش مشهوره قوي. فريق اللي هو اسمه سوانز ده هيلعب سوالز ده بطل ايسواتيني هيلعب ضد سان داونز طبعا جنوب افريقي جوانين جالاكسي بطل بوتسوانا هيلعب ضد اورلاندو بايرتس بطل جنوب افريقي ارتا سولار الجيبوتي هيلعب ضد الترجي التونسي فريق الاثيوبي بنك اثيوبيا هيلعب ضد يانج افريكانز التنزاني فريق سامارتاكس 1996 الغاني هيلعب ضد الرجاء المغربي فريق سان بيدرو الايفواري هيلعب ضد الهلال السوداني مانيما انيون بطل الكونغو هيلعب ضد بترو اتليتكو الانجولي الاتحاد المنستيري التونسي ما بين مولوديه الجزائر دي مواجهه قويه جدا في دور 32 الاتحاد المنستيري التونسي مع مولوديه الجزائر الجزائري استاد ابيجان طبعا بطل كوديفور مع فريق ميلو بطل غينيا فريق دوان بطل بوركينا فاسو هيلعب شباب بلوزداد الجزائري اسكو كارا التوجولي هيلعب مع الكسبان من جولي مالي وراد ستار بانجي اللي هو بطل غينيا الاستوائيه والمريخ السوداني هيستنى الكسبان من الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز بطل غينيا ماشي ماشي يبقى الاهلي هيلعب مع جورماهيا الكيني في دور ال32 لدوري الابطال وبيراميدز هيلعب مع الجيش الرواندي بطل رواندا في دور 32 ان شاء الله الاهلي يعدي جورماهيا الكيني وبيراميدز يعدي الجيش الرواندي ان شاء الله الماتشات دي هتبقى يوم 13 14 15 سبتمبر 9 بالنسبة للزمالك والمصري في الكونفدرالية الزمالك هيلعب مع فريق البوليس الغي الكيني بطل كينيا البوليس أو الشرطة الكينية بس هو الفريق اسمه كينيا بوليس اللي هو بطل البوليس الكيني فريق نادي البوليس الكيني هيلعب مع الزمالك إن شاء الله توفيق لنادي الزمالك إن شاء الله بطل الكونفدرالية الأهلي بطل دوري الأبطال إن شاء الله يحافظوا على ألقابهم طبعا مع المصري في الكونفدرالية بيراميدز ان شاء الله نشوف النهائيات كده كلها فرق مصريه باذن الله النادي المصري برضه هيلعب مع الهلال الليبي مصري بورسعيدي او عايز اقول النادي المصري المصري مع بورسعيد دي مصريه يعني فالمصري هيلعب مع الهلال الليبي برضه مواجهه متوسطه فريق الهلال الليبي فريق كويس وكانوا لعبوا قبل السنه اللي فاتت اعتقد ضد ضد مودرن فيوتشر كان ساعتها اسمها فيوتشر الهلال الليبي فالهلال الليبي هيلاعب المصري والزمالك هيلاعب البوليس الكيني في الكونفدراليه الافريقيه برضه عشان تبقوا عارفين يبقى الاهلي جورماهيا الكيني وبيراميدز الجيش الرواندي الزمالك هيلعب مع البوليس الكيني والمصري مع الهلال الليبي دي مواجهتنا بالنسبه بالنسبه لفريقنا المصريه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه الاهلي تعاقد مع العيب مصري كان بيلعب في اوروبا مواليد 2005 اسمه موفق رامي موفق رامي كان بيلعب في نادي اسمه فيليسار دي ماري الاسباني الاهلي تعاقد معاه في حضور كابتن وليد سليمان هو طبعا رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي وبيقولوا لعيب كويس هو مصري الجنسيه وكان بيلعب في مركز المهاجم الصريح ولعب قبل كده او عمل معايشات في انديه اوروبيه زي سوشول فرنسي ونادي اللي هو فيليسار دي ماري الاسباني ده كان هو بيلعب فيه السنه اللي فاتت وكان برضه بيلعب قبل كده النادي زد فالنادي الاهلي بيحاول يجيب برضه لعيبه مهاجمين بيبقى في نفس المركز حتى لو لعيبه الصغيرين عشان بيحاول يعمل كذا لعيب مميز في الحته دي بتاعت وسام ابو علي الاهلي بياجل مصير كريم ندفت من الرحيل بسبب الصفقات الجديده طبعا الاهلي مستني يشوف هل هيجيب حد في نص الملعب صفقات جديده اسماء قويه فلو كده لو هيجيب كريم ندفت ممكن يطلع اعاره او بيع وكريم ندفت كان رافض الاعاره فممكن يتباع النادي الاهلي يعرضه للبيع لو الاهلي ما جابش صفقات هيبقى كريم ندفت فمأجلين قصة كريم ندفت شوية لغاية ما يشوفوا هيجيبوا صفقات ولا لا في الحتة بتاعة كريم ندفت في نص الملعب الأهلي جاله عرض من نادي ريو اف البرتغالي عشان يشتروا أحمد نبيل كوكا ولكن الأهلي رفض قال لك كولر قال لك أحمد نبيل كوكا لعيب مهم ناحية الشمال في يحيى عطية الله في أحمد نبيل كوكا في كريم الدبيس اللي طبعا علي معلول لسه مصاب لسه بيتعالج فالنادي الأهلي رفض عرض ريو قالوا قال إن هو مش عرض قوي يعني عشان يقبلوا وبرضه محتاجين احمد نبيل كوكا نفس القصه برضه كريم الدبيس جاله عرض برضه من نادي اسمه فاميليسياو البرتغالي وبرضه ايه مستنين راي مستر كولر عشان الناحيه الشمال كريم الدبيس برضه عمل بطوله كويسه جدا مع المنتخب الاولمبي فمستنين راي مستر كولر هل النادي الاهلي يوافق ان هو يعير كريم الدبيس الى النادي البرتغالي لمده عام ولا كريم الدبيس استنى فلسه ما خدوش قرار في موضوع كريم الدبيس، الاهلي برضو تعاقد مع لعيبه لعيبه بقى من نيجيريا اسمها تشاريتي تشاريتي روبن لتدعيم فريق الكره النسائيه في النادي الاهلي. فروت بقى جامد قوي في في فريق الكره النسائيه. يعني الاهلي عامل عمال الانديه كلها بصراحه عماله تعمل صفقات جامده في في الكره النسائيه يعني. برضو الزمالك عمل صفقات والاهلي وعرفت كده النهارده كان في القرعه بتاعت الدوري الكره النسائيه اتعمل في اتحاد الكره النهارده عرفت ان اول اسبوع في الدوري الاهلي والزمالك الاهلي هيلاعب الزمالك في اول اسبوع في دوري الكره النسائيه النهارده كانت القرعه بتاعت دوري الكره النسائيه الاسبوع الاول الاهلي هيواجه الزمالك المقاولين هيلعب مع مركز الشباب الاميريه المصري هيواجه زد وادي دجله هيواجه الطيران مودرن سبورت مع بالم هيلز المعادي واليخت هيلعب مع توت عنخ آمون، توت عنخ آمون كان هو بطل الدوري السنة اللي فاتت. اتحاد بسيون هيواجه البنك الاهلي، ده اللي انا بقوله ده دي اندية الدوري الكرة النسائية ده الاسبوع الاول. الاتحاد السكندري هيواجه بيراميدز، ده الاسبوع الاول من دوري الكرة النسائية. اشرف بن شرقي بينتظر نادي الزمالك، زي ما قلت لكم من يومين كده اشرف إن الزمالك بيحاول يخلص موضوع القيد وموضوع زيزو ويجمع فلوس عشان يطلع مقدم لاشرف بن شرقي، بس حتى الآن لسه موضوع اشرف بن شرقي ما اتحركش يعني ما فيش الخطوات الجديه ان هو يجي يوقع وياخد فلوس الزمالك عايز بس يخلص مشكله القيد ويخلص مشكله زيزو وبعد كده يبدا يخلص مشكله اشرف ابو شرقي هي مش مشكله بس هو الزمالك بيخلص يعني جاب فلوس وجمع فلوس عشان يخلص مشاكل القيد ويجدد لزيزو وبرضه بيحاول يلم فلوس عشان يدفع لاشرف بن شرقي الزمالك هيعمل معسكر في اسكندريه ان شاء الله في فترة الإعداد في برج العرب هيبدأ فترة الإعداد يوم الخميس القادم واتفقوا على ثلاث ماتشات ودية هناك إن شاء الله الزمالك هيعمل معسكر من يوم 29 أغسطس حتى 6 سبتمبر في برج العرب في اسكندرية النهارده زي ما قلت لكم اتحاد الكورة أعلن مواعيد ماتشات الدور قبل النهائي لكاس مصر الإسماعيلي وزد هيبقى الساعة 6 يوم الثلاث ويوم الثلاث برضه الساعة 9 بيراميدز مع المصري في استاد الجيش في برج العرب. نادي ام بي بينهي اجراءات اعاره مروان مروان الى الاتحاد السكندري مروان داود ظهير نادي الام بي هيطلع اعاره سنه لنادي الاتحاد السكندري طبعا استاذ محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد ومستر بابا فاسيليو مدير الفني بيحاولوا يعملوا فرقه يعني في لعيبه كتيره كويسه ومهمه مشيت من نادي الاتحاد زي ما بولولو زي هشام صلاح الظهير الايمن في اكتر من لعيب مشي من نادي الاتحاد او عقده خلص او اتباع يعني فالاتحاد محتاج يعمل فرقه جامده السنه الجايه ان شاء الله بالتوفيق النادي الاتحاد نادي كبير جدا طبعا الاتحاد سيد البلد الاسماعيلي النهارده صرف مكافئات للعيبه بعد الفوز امبارح على طلائع الجيش لتحفيزهم امام زد يوم الثلاث طبعا الدنيا في الاسماعيليه مش عايز اقول لكم الناس كلها عندها احلام ان الاسماعيلي يوصل النهائي وياخد كاس مصر نفس الحلم ده عند النادي المصري انتوا عارفين طبعا انا بتكلم على الانديه الجماهيريه الاسماعيلي والمصري بورسعيد برضه الدنيا مقلوبه ومستنيين ماتش بيراميدز وسامع ان في جماهير كتيره من النادي المصري طالعه تشجع المصري يوم الثلاث في برج العرب امام بيراميدز نفس الحلم موجود عند بيراميدز بيراميدز بيحلم انه يحقق بطوله بقاله سنين بينافس وبيوصل النهاية بصوا ده الجماهير المصري بتحتفل بالفوز على فاركو وبتشجع نفسها كده وافراح في بورسعيد عشان ماتش المصري يوم الثلاث اللي جاي انتوا عارفين جماهير المصري بتعشق فريقها، جماهير الاسماعيلي بتعشق فريقها، الاسماعيلي كمان جماهيره يعني هتبقى موجوده بشكل كبير، نفس الحلم عند بيراميدز، نفس الحلم عند نادي زد اللي برضه بحييهم جدا، نادي زد السنه دي على الاداء الرائع واول سنه للدوري الممتاز فريق محترم، فريق قوي عامل ماتشات كويسه جدا بقياده طبعا كابتن مجدي عبد العاطي وكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره، فالاربع فرق بصراحه يستحقوا الوصول للمرحله دي. يعني حتى نادي بيراميدز عامل موسم كويس جدا و... ونافس الاهلي وبيوصل لنهائي البطولات لكن مش قادر ياخد بطوله فعنده حلم اللي هو عايز ياخد البطوله دي المصري عنده حلم كابتن علي ماهر عايز ياخد الكاس فماتشات صعبه الاسماعيلي نفس القصه مع كابتن ايهاب جلال وعامل فرقه من الشباب والناشئين ويعني اسماعيليه كلها بتحلم ان هي تكسب زد زد عنده حلم عايز يكسب فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل بالتوفيق طبعا للاربع فرق ونستمتع بقى بلقاءات كاس مصر يوم الثلاثاء ان شاء الله سيف الخشاب برضو مدافع امبي جاله عرض من الدوري اليوناني فريق اسمه تريبولوس تريبوليس اليوناني واحتمال يطلع كده اعاره سنه للدوري اليوناني حاجه كويسه برضو فرصه كويسه لسيف الخشاب برضو زي ما قلت لكم مودرن سبورت النهارده اعلنوا رفع ايقاف القيد بعد سداد مستحقات مروان الصحراوي كان مدافع التونسي طبعا كان اشتكى نادي مودرن سبورت وخلاص إدارة نادي مودرن سبورت طبعا خلصوا القصة ودفعوا مستحقات مروان الصحراوي وخدوا كمان جالهم الخطاب من الاتحاد الدولي بفك القيد حطوا لي الخطاب كده برضه اللي جاي من الاتحاد الدولي عشان برضو الناس تشوفه بالنسبة لنادي مودرن سبورت هو ده الخطاب بتاع نادي مودرن سبورت ان هم فكوا القيد خلاص وإيه يقدر نادي مودرن سبورت يتعاقد مع لاعبين جداد ان شاء الله محمد دسوقي لاعب الاسماعيلي بيوقع لمودرن سبورت الظهير الايسر بتاع نادي الاسماعيلي عقده خلص مع الاسماعيلي واتفق خلاص مع نادي مودرن سبورت ووقع العقد وخلاص هيكون موجود من السنه الجايه محمد دسوقي مع نادي مودرن سبورت المصري بيتمسك باستمرار محمود جاد حارس المرمى كان له عروض محمود جاد من البيراميدز ومن الزمالك ومن كذا نادي لكن المصري بيتمسك ان المصري السنه الجايه بيشارك في في الكونفدراليه وعايز يعمل نتائج كويسه في الدوري وينافس على بطوله الدوري السنه دي خد مركز رابع في الدوري فكابتن علي ماهر بيتمسك بكل العناصر المهمه في الفريق خصوصا كمان ان عصام ثروت الحارس الثاني في النادي المصري عمل عمليه رباط صليبي ده المصري عايز يشتري حراس مرمى يعني مش هيبيع بقى محمود جدة لا كمان عايز يشتري حراس مرمى ان عنده نقص في المركز ده احمد ايمن منصور لاعب المصري برضه بدا مرحله جديده من الاعداد بعد التعافي طبعا من عمليه الرباط الصليبي هشام محمد بيشارك مع النادي الاسماعيلي في التدريبات وبيعلن جاهزيته لمباراه زد القادمه معايا خبر غريب شويه بيريرا رئيس لجنه الحكام انتوا عارفين اتحاد الكوره عايزين يمشوه يعني اتحاد الكوره كده كده خلاص يعني مدته هتخلص خلال الفتره القادمه ان انتوا عارفين بعد الدوره الاولمبيه بيبقى الاتحادات الرياضيه كلها مدتها بتنتهي وبيبقى في انتخابات فبيريرا كان الكلام ان هو هيمشي مش هيشتغل السنه الجايه يعني مش هو اللي هيمشي اتحاد الكرة اللي هيمشيه فاتحاد الكرة بيزهقوا فراحوا منزلين مرتبه كان بياخد 18000 يورو فقال لك لا هنديك 10000 يورو عشان يمشوه يعني يزهقوه فيمشي فالراجل قال لهم ماشي انا موافق انا موافق ب 10000 يورو مفيش مشكله عايز يستمر في الموسم القادم فهنشوف اللي هيحصل برضه بس اعتقد ان هو يعني مش هي مش هيكمل بس دي اخبارنا النهارده النهارده مصطفى محمد شارك بديل في فوز نانت على اوسير الفرنسي كان مصطفى محمد النهارده احتياطي في الدوري الفرنسي مع نادي نانت ونزل شارك في الشوط الثاني في الدقيقه 78 وفرقته كسبت النهارده نادي نانت كسب اوسير الفرنسي النهارده في الدوري الفرنسي 2-0 محمد صلاح النهارده برضو قاد ليفربول للفوز على برينتفورد 2-0 النهاردة لويس دياس ومحمد صلاح سجل النهاردة الهدف الثاني في الدقيقة 70 محمد صلاح ما شاء الله بي يعني عامل شغل كويس جدا من بداية الموسم مع نادي ليفربول النهاردة ليفربول كسب برينتفورد 2-0 لويس دياز الهدف الاول في الدقيقه 13 ومحمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقه 70 وكده محمد يعني ليفربول خد ست نقاط العلامة الكاملة في أول مبارتين وسجل أربع أهداف ليفربول 2-0 2-0 فمبروك لمحمد صلاح ومتألق مع ليفربول وبداية قوية لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول هنطلع فاصل نستقبل نجومنا بقى كابتن أحمد جعفر وكابتن حسام حسن النهاردة هنقعد نرغي في حاجات كتير كده هنطلع لهم فاصل نستقبلهم ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله. ولا حاجه من اول الموسم ان شاء الله هيتم اذاعه الدوري المصري بالتعاون مع شركه برو في القارات اللي هي مسوقه للدوري المصري فيها وهيتم الاعلان عن القارات وعن القنوات والابلكيشنز اللي الدوري المصري ان شاء الله، يعني النهارده احنا على عقد البث اللي هو تم توقيعه وباذن الله يتم إزاعة المباريات في مواعيدها ويتم إزاعة المباريات في الخارج لان دي بتبقى تعاقدات مع شبكات في الخارج. طبعا احنا في البدايه نفتخر بهذه الشراكه اليوم بين شركه برو الاماراتيه والشركه المتحده. اللي تملك الحقوق للدوري المصري اعتقد الدوري المصري اصبح منتج مهم منتج يرتقي بانه يطلع خارج حدود مصر للعالم وهذا اليوم كان هدف التوقيع الاتفاقي هو له بعد استراتيجي اكثر من ما هو له بعد تقني وايضا يدر ايرادات اضافيه للدوري المصري وللانديه لاعضاء في الدوري المصري الممتاز اعتقد ان ان الخروج خارج الصندوق عن طريق التقنيات البث هو كان مطلب رئيسي كيف نحن نقدر ننقل هذا الدوري خارج لقارات جديدة مثل قارة أمريكا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية في أستراليا أفريقا, خارج الشمال الشمال الأفريق. نرجع تاني مع بعض وخلينا نرحب بنجومنا النهارده في كوره اف ام كوره اف ام ايه في كوره كل يوم كوره اف ام دي راديو كابتن جعفر رجعت للذكريات اه رجعنا للذكريات <applause> القديمه ازيك يا جعفر حبيبي كابتن كريم اخبارك ايه الحمد لله زي الفل والله تمام. كله تمام كابتن حسام حس يا إيه كابتن مصر ازيك اخبارك ايه كل سنه وحراك طيب وقبل 100 سنه يا رب حبيب ان شاء الله حبيبي حبيبي حس حبيبي عايز ابدا معاكم في حاجات كتير يعني احنا دلوقتي خلاص الدوري خلص دخلنا في كاس مصر حتى احنا خلصنا برضه النجمة اه والله ودخلنا في مراحل بقى يعني خلاص دور قبل النهائي الاربع فرق عندهم طموح الاسماعيلي المصري بيراميدز زد وهنتكلم عن قائمه المنتخب كمان واختيارات كابتن حسام حسن للمعسكر القادم وعايز ابدا شويه النهارده بموضوع زيزو مع جعفر طبعا وحسام حسن يعني انا من شويه قعدت احكي كده وقلت شويه حاجات كان حصل اجتماع جعفر وحسام طبعا مع زيزو من اداره الزمالك وعرضوا عليه 40 مليون وزيزو جاي له عرض بتاع نادي نيوم السعودي اتجدد تاني مقابل 5 مليون دولار لنادي الزمالك يعني الزمالك ياخدهم وعقد زيزو كمان 5 مليون دولار 3 ونص و ونص شهر واحد اه فاهمني؟ ف وبعدين اداره الزمالك طبعا انا عارف حاسس بيهم ان هم عندهم مشاكل وعايزين كمال. فلوس وكل حاجه ف بيفكروا في بيع زيزو بس مش قادرين يعني طبعا الجماهير وزيزو نجم كبير مش عايزين يتحملوا مسؤوليه ان زيزو يمشي او يتباع يعني فرفعوا العرض النهارده قال لك عشان يبقى احنا كده عملنا اللي علينا رفعوا العرض 60 مليون جنيه لزيزو في السنه عرفت القصه دي عارف القصه دي اه ورموا الكوره في ملعب زيزو يا عم زيزو احنا هم مقدمين لك عرض ب 60 مليون جنيه كان 50 امبارح وزودوا 10 كان 40 40 و10 اه وبدلوها من بقى حد 60 يعني. عشان يبقى اكتر أوه. من اشرف بن شرقي لو جه اشرف بن شرقي المفروض هيجيب مليون دولار يعني 50 رايكم ايه بقى ايه اللي يحصل لو انت مكان زيزو تعمل ايه ولو انت مكان اداره الزمالك تعمل ايه بص هو حق مشروع لزيزو تمام لأن الراجل بقاله خمس سنين شايل الفرقه وشايل النادي وجاي له عروض وجا له عروض قبل كده برضه يعني خلينا برضه الشباب السعودي جا كذا عرض كذا عرض والراجل برضه فضل نادي الزمالك فدي كانت حاجه تتحسب له فهو دلوقتي جه وقت ان هو يبقى حقه وفي نفس الوقت مجلس اداره انا اعذرهم تماما في ظل ان انت يا حسام عندك ملايين بتدفعها مجلس الاداره جاي بيدفع بس لحد وقتنا هذا حسام بيدفع ديون اه فالعرض اللي جاي زيزو بصراحه انا بشوف ان عرضه قوي جدا هو الولد جاي له مبلغ كبير جدا في في السنه في السعوديه تقريبا 200 مليون تقريبا حاجه زي كده آه. اه و و 250 اه تقريبا في السنه في السنه الواحده يعني 5 مليون دولار فانت حتى مش هتديله النص بس انا سمعت برضه فيه في آه اللي هي منحه تعاقد 100 مليون جنيه لوحدها بره العقد دي بره العقد صبري بصراحه ارقام جامده جدا ما هو انت انا بركز عشان اجمع بقى منحه تعاقد تجمع <applause> الفلوس منحه تعاقد يا حسام بجمع والله منحه تعاقد 100 مليون جنيه بلس ان السنه تقف ب 60 مين اللي يدفعها؟ الزمالك ما هو انت ما هو انت لو جمعتها معلش لو جمعتها يا كريم منحه تعاقد يا حسام 100 مليون بلس ان السنه الزمالك معاه الزمالك معاه 160 مليون جنيه عشان يديهم لزيزو سنه واحده لا منحه التعاقد دي لوحدها ما مالهاش علاقه بالسنه. ما هو مين اللي هيدفعها؟ ما هو الزمالك طيب دي دي نقطه بلس ان السنه منحه التعاقد زائد آه. السنه ب 60 مليون السنه ب 60 هتتجمع في الاخر هتوصل ل 200 250 مليون فين بقى يا عم؟ هتوصل للاخر كده؟ هتوصل 160 مليون لا انا بتكلم على على المجمل بتاع التلات سنين هذه 100 آه. آه. وسنه ب 60 وسنه ب 60 وسنه ب 60 اه 180 هتخش لهم 200 وشويه 280 اه 280 ما انت عنده السنه هناك ب 200 مش 280 الف يا جماعه احنا بنتكلم 280 مليون ما انت السنه هناك ب 200 مليون يا حسام سنه واحده ب 200 سنتين ب 400 ثلاث سنين ب 600 مليون جنيه ما هو برضه الولد اكيد بيحسبها يعني معلش انا شايف من وجهه نظري طب ما الزمالك بدل ما يدفع الفلوس دي كلها يستفيد ويحاول يطلع لعيبه زي زيزو يعني, يعني يعمل لعيبه ويشتري ويتعامل مع المنتج المنتج في الدوري المصري يا حسام معلش خلينا نتكلم بكل صراحه المنتج في الدوري المصري انا اروح انا همشي زيزو اروح اجيب مين؟ مفيش لا مفيش بالقيمه والكواليتي طيب انت قادر كنادي الزمالك يا حسام ويا جعفر ان انا اروح ادفع لزيزو في السنه 160 مليون جنيه؟ بص يا كابتن منح التعاقد 100 من زي ما جعفر انا ما اعرفش موضوع منح آه التعاقد ده انا انا بالنسبه لي شايف من وجهه نظري ان زيزو قدم كتير قوي لنادي الزمالك وزي ما جعفر بيقول ده وقته او ده التوقيت اللي لازم نادي الزمالك يبقى متفاهم الوضع بالنسبه له انت بتتكلم في ارقام خياليه يعني ارقام ما فيش عقل ومنطق يرفضها لا نادي متقدم له اوفر او عرض خارجي ولا حتى <applause> لعيب طيب. تمام؟ على المستوى الفني انا وجهه نظري زيزو طبعا لعيب كبير احسن لعيب في مصر اخر ثلاث سنين صح استمراريه وثبات في المستوى واداء وفاعليه مع نادي الزمالك وانتاج كل حاجه كل حاجه تمام؟ هل انت كنادي الزمالك بعد العروض اللي انت عمال تقدمها لزيزو دي انت ضامن ان زيزو يدي لك نفس ال... 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 الانتاج ونفس <applause> هو كمان اعتقد ال... هو عنده رغبه ان هو برضه بالظبط ي... انا توقعاتي ان زيزو مش هيدي النادي الزمالك اكتر من اللي اداه النادي الزمالك ده رقم واحد، رقم اثنين الظروف المحيطه بنادي الزمالك الفتره الاخيره مش هتساعد زيزو ان هو يقدم المستويات القويه اللي كان بيقدمها قبل كده من حيث الفرقه بشكل عام يعني هيبقى صعب قوي ان انا افضل معتمد على لعيب واحد تلات اربع سنين ورا بعض، احنا مم. بنتكلم في نادي الزمالك عايز 10 لعيبه لوحده لحد دلوقتي صح وعنده مشاكل قيد وعنده مشاكل مستحقات موضوع القيد خلاص اتحل وبكرة يتعمل تمام حلو. انا النهارده هديله 60 مليون جنيه طب انا ضامن ان انا التزم معاه ب 60 مليون جنيه ما في شهر واحد ولا كل تلات اربع شهور يجي يعمل لي مشكله وشفنا الكلام ده من زيزو شخصيا في بعض التوقيتات ان جه عليه وقت ما كانش عايز ينزل التمرين لان هم ما التزموش معاه بالعقد بتاعه لكن هاي. انا شايف ان الصح ان يفيد واستفيد هو الراجل بيحب نادي الزمالك وبيطلع يتكلم يعني وكلامه وفعل وكل حاجه آه. وفي نفس الوقت الجمهور بيحبه جدا واعتقد ان هو لو مش الجمهور مش هيزعل منه بل بالعكس هو هيفيد النادي يعني انا شايف ان لو زيزو بيحب فعلا نادي الزمالك لازم يتمسك بفرصه رحيله لأنه هو هيفيد نادي الزمالك جدا ماديا والزمالك يقدر زي ما حضرتك بتقول زي ما عمل زيزو هيجيب لعيبه تاني ويعمل ما هيبقى معاه فلوس كتير النهارده بنتكلم في 5 مليون يعني 250 مليون جنيه مصري لنادي الزمالك فقط لغير ربع مليون. وهو هيروح يستفيد برده ماديا ويوم ما يفكر ان الامور مش متظبطه معاه باب نادي الزمالك اكيد هيكون الناس مفتوح ليه انه يرجع الاهلي كوبري. يروح الاهلي طب لا هو إيه؟ لأ كده هو, هو, شايل جميل نادي الزمالك اعتقد لان لما جاله عرضه بكده يا حسام برده قال لهم انا مش همشي غير من خلال نادي هو هو شايل هو حاسس ان الزمالك عمل معاه نقله غير طبيعيه في حياته امام هقول لحاجة لا, لا, لا وضع, وضع إمام صغير غير زيزو زيزو النهارده 27 28 سنه لا وكمان هيرجع جا... جا... كابتن كريم هيرجع 31 32 مش هيخسر اللي عمله كله لا لا بص يا كابتن برضه عشان نكون بنتكلم فين وكده كده هيبقى ماديا مش محتاج ان هو بس فمش هيخسر ب... حتى جماهير الزمالك او رقم غير لا ونجوميه زيزو في الزمالك غير نجوميه امام قبل ما يروح النادي الاهلي زيزو عمل حاجات كتير قوي لنادي الزمالك وعطاء جامد وملعب وبطولات والكلام ده فالموضوع لا هو هو متمسك بحته الزمالك وشايل الجميل ده لنادي الزمالك وبيبان على فكره لعيب الكوره بيبان عليه ان هو بيقول كلامه وخلاص او بيقول كلام طالع من قلبه يعني طلع في اكتر من مقابله تلفزيونيه متزن شخصيه متزن لما استاذ ولما جاله العروض احسان حسام برضه الفتره اللي قبل دي الواد برضه فضل متمسك بالنادي وقال لك ما هخرج من خلال النادي ف... يعني انتوا رايكم ايه؟ انا شايف ان نادي الزمالك شغال صح جدا في ميرسي زيزو هو شغال صح ولو صحيح. قدر يجيب ازيد يا ريت لا هو جعفر الزمالك دلوقتي خلاص ما فيش ما فيش مسؤوليه قدام الجمهور انا عملت كل حاجه عندي 60 <applause> مليون جنيه في <applause> السنه انا عملت كل حاجه فلما بيع زيزو الوضع يبقى متقبل من جانب الجمهور وفي نفس الوقت زيزو يستفيد هنا وهنا والنادي يستفيد <applause> انا شايف ان ده اصح واسلم بس حاجه الوضع اللي هيبقى الجمهور اكتر احسن لما زيزو يمشي لازم اجيب تعاقدات كويسه جدا ما انت هتجيب بقى, بقى مش هيبقى حجه بقى جعفر حج. انت معاك لا. فلوس هو برضه في ديون كتير قوي مش مشكله انت هتعرف ده لسه في اوضاع ثانيه بتترفع <applause> مش مشكله جعفر انت كل الانديه عندها مشاكل مم. ما انت لو قعدت بصيت بالمنطق ده مش مش هتمشي بقى ولا هتشتغل لا انا قصدي بقى التعاقدات تبقى على مش هقول لك بقى زي زيزو لا حتى لو بقيمه نادي الزمالك بقى ما تعرف زيزو من عارف من عارف من عارف هو زيزو ما كانش انت عارف زيزو جه نادي الزمالك ما انا عارف ما هو كان نازل بيتمرن مع آه من بره في بلجيكا يعني بالظبط ايه انا بشوف ان التعاقدات بقى كابتن حسام البرتغال طيب ايه على قيمه بقى نادي الزمالك في البرتغال فلومينسي البرتغال اه كان في فلومينسي لا هو كان في بلجيكا قبل كده لا, لا كان جاي من البرتغال وكان البرتغال لما جه الزمالك كان جاي من كان في وادي دجله وراح ايوه اه ما انا بتكلم في كده ان هو كان تبع تبع تقريبا بتاعة ما ماجد سامي, 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 سامي تقريبا فالولد لا الولد ما شاء الله متاسس وعنده وعنده ما شاء الله يعني العقليه بتاع زيزو هي اللي بتميزه على اللعيب في مصر تمام خلينا نطلع فصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد جعفر وكابتن حسام حسن مش. ننتقل بقى لموضوع اخر برضو مع الكابتن احمد جعفر والكابتن حسام حسن وهي بطوله كاس مصر قبل ما نتكلم عن منتخب مصر بقى وال ماتشين تقال يا حسام اه... بيراميدز امام المصري والاسماعيلي امام زد مصري وبيراميدز في استاد برج العرب يوم الثلاث الساعه 9 قبليه الساعه 6 مباراه الاسماعيلي وزد في استاد اسماعيليه طبعا بطولة كاس مصر كل ما الأدوار الإقصائية بتقرب للمباراة النهائية الموضوع بيبقى فيه تركيز أعلى من جانب الفرق بيراميدز مركزة بشكل جامد جدا المباراة اللي فاتت بتكسب الجون أربعة وده نتيجة للتركيز المصري بيفوز على فرقه واحد 0 برضو بيقدم أداء قوي جدا امبارح شفنا الطلاع والإسماعيلي ضربات الجزاء اه ماتش كان برضو كان ماتش حلو فيه كورة هنا وكورة هنا نفس الكلام زد ومودرن سبورت الماتشين هيبقوا صعبين لان الفرق كويسه الاسماعيلي فايق أول الفتره الاخيره رغم ان هو ما عندوش اللعيبه اللي موجوده في الثلاث فرق الثانيه زد فرقه محترمه جدا السنه دي وانا بشوف ان يعني حصان اسود في البطوله بتاعة الدوري وقدر ان هو يثبت وجوده كابتن مجدي عبد العاطي المصري بيقدم موسم استثناء مع كابتن علي ماهر وبيراميدز تقريبا الفرصه الاخيره بالنسبه للسيزون الحالي عشان يقدر ان هو يكلل المشوار بتاعه اللي عمله بشكل كويس من بدايه الدوري لحد دلوقتي ان هو ياخد بطوله وتحسب له كاداره وكلعيبه بقى اكتر من موسم موجوده في في الفرقه شايف مستوى الفرق ازاي يعني لا اقوى ماتش طبعا ماتش المصري وبيراميدز منافسه جامده جدا ده من الماتش اللي فات الجمهور في بورسعيد الدنيا مقلوبه يعني اكنك آه. في نابولي مثلا في لا 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 الناس يعني مستنيين بفار الصبر ان ان الموقع يفتح ويحجزوا ويسافروا وبيحضروا نفسهم وناس كثيرة تبرعت كمان للاوتوبيسات هيبقى في حضور جماهيري كبير جدا من النادي من جانب النادي المصري بيراميدز هيبقى عنده دوافع كبيره جدا انه هو عايز يكسب المباراه باي شكل من الاشكال فانا شايف ان ده نهائي مبكر ما بين الفرقتين حاله المصري كويسه الفتره الاخيره مع الكابتن علي ماهر حتى بيقولوا لي في المصري اللعيبه كلها جاهزه ما فيش اصابات كله حاله كله آه هو بس كان عنده مشكله كابتن علي ان كان عنده بعض اللعيبه واخده اجازه زي دغموم زي آه مثلا فخر الدين بن يوسف حتى هو ريحهم الماتش اللي فات آه بحيث ان هم يجهزوا اكتر من خلال معسكر العام ماتشات آه وديه خلال الاسبوع ده الماتش طبعا بعد بعد بكره آه الاسماعيلي وزد برضو الاسماعيلي قريب قوي من البطوله ماتش واحد او 90 دقيقة تفصله ان هو يلعب فاينل ويرجع الذكريات بتاعته م. وبتاعت البطولات مع كابتن ايهاب جلال وزد بقى عنده طموح كبير يقول لك ليه لا ما انا م. سيراميكا خدت بطولتين طيب <applause> بس اجهزهم بيراميدز <applause> ما انا بحث جاي لك اهو جاي لك بيراميدز فريق قوي جدا جد. وجود جماهير المصري مع قوة المصري تبقى يبقى ماتش صعب ولا بيراميدز بمستواه المميز بيراميدز كان هو أقوى تاني فرقة بعد الأهلي بص يا كابتن كريم هو زي ما حسام قال نهايه مبكر للبطوله لان يعني البيراميدز فريق قصدي انا قصدي مش السؤال وهجيلك برده ان الجماهير جماهيريه هتفرق مع المصري جماهيريه المصري ليها دور في المباراه جماهير اسماعيلي ليها دور مع امام زد طبعا تفرق جماهيرية ال الفرق طبعا بتفرق مع الفريق نفسه بتخلي اللعيب يطلع افضل ما لديه في الملعب بس هم جايين برده في وقت يا كابتن كريم انا بتفرج على ماتش مودرن سبورت وزد امبارح اللعيبه في الدقيقه 60 يا كابتن كريم مش قادره تمشي اقسم بالله مش وفعلا الواحد بيشفق عليهم فعلا مش قادره فعلا فالشحن الجماهيري بتاع المصري وبتاع الاسماعيلي ممكن يجي بنتيجه عكسيه عليهم لان فعلا اللعيب خلاص مجهد بشكل كبير جدا ومش قادر يطلع اكتر ما عنده هو ده اخر خلاص م. لا لو اتكلمنا كوره يعني مين اقوى المصري ولا بيراميدز؟ لا بيراميدز طبعا بيراميدز اقوى والسكواد طب, بيرمت آه طب كمان ايه فرص المصري امام بيراميدز؟ 60 40 60 40 60 40 مصري برضه عنده سكواد محترم وعنده تيم محترم جدا وماشي في بطوله الدوري بشكل كويس جدا ونتائجه خير دليل على كده وكان بيلاعب الجيش الجيش مطلع الزمالك المصري ما شاء الله في ماتش الجيش عمل ماتش هايل جدا يمكن الجيش ما ما كانش له اي خطوره في الماتش بس هيقابل بقى خصم قوي جدا جايب بنتائج كويسه جدا لاعب افريقيا كسبان ستة الماتش الاولاني كسبان الماتش الثاني ثلاثة لاعب الجونه كسبان في كاس مصر اربعه نتائجه كبيره جدا وارقامه عاليه في التهديف بس في ضغوط في ضغوط على بيراميدز اقوى لانه لأن كان دعم يعني عايزين ياخدوا ايه عايزين ياخدوا بطوله هي دي النقطه خلي آه. بال حضرتك يعني انت سالت جعفر سؤال مهم حته العامل الجماهيري العامل الجماهيري هيبقى هو سلاح النادي المصري القوي اللي يقدر ان هو يسند عليه في المباراه فنيا بيراميدز عنده تفوق في حته الجاهزيه وحته ان هو عنده في كل مركز اثنين وتلاتة لعيبه افضل من بعض انما لما تيجي تقيس الماتشات اللي اتلعبت ما بين بيراميدز والمصري السنه دي هتلاقي فيها معدلات تهديفيه عاليه سواء ماتش الرابطه المصري كسب ثلاثه المباراه دي والماتشات بتاعت الدوري رغم تفوق بيراميدز المباراه الاولى بتاعت الدوري ثلاثه اثنين معدلات تهديفيه عاليه والماتش الثاني واحد صفر فهي النقطه ان ان الحاله الفنيه بتاعت بيراميدز لو بيراميدز ركز على نقاط القوه الضعف اللي موجوده عند النادي المصري يقدر ان هو يتفوق لو لو المصري قدر ان هو يستغل وجود الجمهور مع الحاله الفنيه بتاعته اللي هو بيعيشها الفتره الاخيره يقدر ان هو يعمل مباراه كبيره ليه لان بيراميدز في النواحي الجماهيريه لما بيكون في ضغط جماهيري بيتاثر كل الماتشات اللي لعب فيها تحت ضغط صح جماهيري رغم ان هم لعيبه عندها خبرات كبيره وناس لعبت في انديه كبيره بس تحس ان هم متاثرين بالجزئيه دي بشكل كبير قوي وبالهم كذا سيزون بيعانوا من الحته دي كمان ان هو مطالب السنه دي على الاقل ببطوله ده ضغط لوحده ايوة طيب ده ضغط ان انا طيب. كنادي كنت بنافس على الدوري وخسرته وقبل كده خسران كذا نهائي فانا مطالب ان انا اخد بطوله. طيب هنرجع طيب. نتكلم على الاسماعيلي وزد بس قول لي بقى توقعاتك للمصري و لا المصري مصري وبيراميدز 1-0 المصري ان شاء الله احمد جعفر بيراميدز اقرب بيراميدز في الماتش ولا ممكن تروح لا ممكن تروح لا ممكن وضربات تروح اه لانه هيلاعب برضه فرق كبيره كل حاجه ورده كل حاجه ورد في الكوره طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض ان شاء الله جعفر الاسماعيلي وزد الزد فرقه قويه اسماعيلي كابتن ايهاب جلال عامل فرقه بس بوسط جمهور اسماعيليه في سادس اسماعيليه والاسماعيلي بقاله سنين ما خدش بطوله وقبل نهائي كاس مصر الاسماعيلي إيه الفتره الاخيره انا شايف فيديوهات دعم للعيبه من اللعيبه القدامى بتاع الاسماعيلي ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه وكده وفرصه كبيره للنادي الاسماعيلي انه يرجع تاريخه وامجاده طبعا الإسماعيلي، بس بشوف برضو ان هو بيواجه فرقه قويه جدا وعاملين دوري هايل وسيزون محترم جدا وماشيين برضو في الكاس بشكل كويس، كابتن مجدي عبد العاطي وفريق زد عاملين موسم كويس قوي ولحد وب... اخر فتره كانوا بينافسوا على المربع الذهبي في الدوري. آه هو الماتش في الاسماعيليه طبعا انا لعبت في الإسماعيلية في الاسماعيليه والجمهور آه لا اللي بتطلع ببنط هناك بيبقى الموضوع يعني صعب جدا بس ده كاس بس, ك... ب... دا بس دا كاس. لا وكمان كان الاسماعيلي مش الاسماعيلي بتاع الفتره دي لا بس والله يعني عاملين حالة. عاملين حاله في بيومي وعبد السميع في نص الملعب في عمار وهاشم هم عاملين حاله كابتن كريم وكابتن عماد حمدي في قلب الدفاع قدام بقى في ونادر فرج وعمر وعبد الساعي وعبد الرحمن لا هم تانية في مصطفى زيكو وشادي حسين ومجموعه برضو مميزه والصغير لا وكان في كام لعيب في زد كويسين جدا كويسين قوي وكانوا يستاهلوا بصه من عبد الرحمن وبيو. بشوف ان هم فرقه كويسه جدا فرقه زد تص... هي... يعني هيصطدموا بالاسماعيلي وهو فايق ووسط جمهوره فاعتقد ماتش صعب جدا وبشوف ان اللي يعني الماتش ده ممكن يوصل لاوقات ل... 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 اضافيه وضربات جزاء مين يكسب؟ لا انا اعتقد يعني هيوصل ضربات جزاء ما اعرفش بقى ضربات جزاء مين المميز في الاجوان رغم ان الجون بتاع الاسماعيلي بس برضه 10 ضربات جزاء دخلوا فيه ووصلوا بالإخر... الاسماعيلي كمال السيد بشوف ان ممكن علي لطفي يعمل فرق في علي مع زد طبعا حارس مميز مم. حسام ماتش ماتش صعب الفرقتين حالتهم كويسه جدا لكن طبعا الورق بيقول ان زيد الاقرب لان زيد اجهز شويه بدنيا وفي نفس الوقت عنده كم من اللعيبه تقدر طيب انك تشتغل يعني برضه بس هو لعب هو الاسماعيلي في نفس لا الدول. كسب كمان الاسماعيلي لا لا كمان زد, زد الدور الاول يعني, يعني الاسماعيلي والجيش لعبوا اكسترا تايم وزد برضه مودس لعبوا اكسترا تايم طيب يعني هي طيب. هي الفكره يعني الاثنين لاعبين وقت طويل ان طول. زد زد كتيم السنه دي آه يقدر يتحمل الضغوط عكس الاسماعيلي الاسماعيلي لو لعيب عنده بس واحد اتصاب الدنيا بتتكلم برضه لعيبه الاسماعيلي صغيرين في السن اه الدنيا بس دي ميزه مم. بس الضغوط ده عمل الضغوط بالعكس مسؤوليه ان انا, اللي أنا بلعب نهائي كاس دي ميزه مصر. مم. دي ميزه خلي بال دي ميزه ممكن تبقى الضغوط على اللعيبه الكبيره اكتر من الولاد الصغيرين الصغير برضو مش مدرك خلي بال حضرتك يعني يعني كلنا طلعنا انا طلعت وانا صغير برضو والجمهور موجود والكلام ده كنت بلعب انا انا مبسوط ان الجمهور موجود لكن مش مدرك فكره الضغوط وان انا لو المباراه مثلا ما كسبناش ان الجمهور هي... مثلا هياخد مني موقف لا دايما المواقف بتتخذ منين كبيرة. من النجوم واللعيبه الكبيره ففكره ان انا كلاعب صغير ده دافع ليا ان انا اثبت وجودي واقدم ايه. مستويات كويسه في بطوله كبيره وعريقه بحجم بطوله كاس مصر وان انا قريب من المباراه النهائيه 90 دقيقه تفصلني فدي حاجه كويسه والاسماعيلي الفتره الاخيره بيعيش فترات فنيه كويسه جدا مع كابتن ايهاب رغم الظروف الصعبه دي وشفنا الماتش اللي فات، الماتش اللي فات يعني انا بتعادل في الدقيقه 90 وده بيديلك رغم ان مش كل اللعيبه موجوده على فكره، يعني عبد الرحمن مجدي مش موجود وكذا حد ما كانش موجود بس هم شغالين كويس فماتش يعني انا متفق مع جعفر المباراه ممكن تبقى متساويه ما بين الفرقتين شويه وممكن تروح لضربات الجزاء يعني امم برضه ما تقدرش تتوقع؟ يعني لو الاسماعيلي الجمهور حضر في, في ملعبه أعتقد. اعتقد ان الاسماعيلي هيكون اقرب للمكسب يعني م. طيب خلينا بقى نروح لاختيارات المنتخب وبسرعه كده ناخد رايكم في ال... في جميع المراكز انا امبارح قلت لاختيارات منطقيه حتى الناس كانت بتنتقد ان انت واخد ثلاث حراس مرمى من نادي واحد فقلت ان حراس الزمالك محمد صبحي <applause> بتعور بس مش شرط حراس الزمالك في حراس الدوري كانت بتلعب م... طول السيزون ما أنت كويسه وانت عندك رقم واحد في المنتخب محمد الشناوي تمام رقم اثنين كان شوبير ما هو شوبير ما بيلعبش الفتره الاخيره ماشي بس كان في في لو يعني اخر معسكر في المنتخب تمام. ورقم رقم ورقم اثنين في الاهلي وكان بيأدي مستويات كويسه لما كان بيلعب هو حتى حمزه علاء مكسر الدنيا مع المنتخب الاولمبي كابتن كريم حتى لو رقم اتنين في الاهلي ما بيلعبش يعني لعب على فترات ماشي قول لي قول لي مين انا كنت شايف آه. الشناوي طبع طبعا الشنوي. محمد الشناوي محمد الشناوي حارس الاهلي كنت شايف محمود جاد يقدر يروح محمود جاد المصري سليمان يقدر يروح مين؟ صبحي سليمان الجونه يقدر يروح بتاع الجونه آه كنت شايف محمد بسام وش احمد الشناوي كنت شايف ان محمد دي بسام دي كلها اربع تجوان اساسيه وبتلعب طول الدور على حساب مين؟ على حساب حمزه علاء مثلا بس حمزه علاء هو حارس هو مش هيلعب وعايز يعمل جيل كابتن حسام خلي بالك يعني دلوقتي يعني احنا عمالين نقول له ايه طيب المنتخب انا عايز اعمل جيل طب آه. طيب ما انا بص على معدلات السن طيب محمد حجاز اجيب, أجيب, أجيب يعني. برضه محمود جد او او صبح ده, ده صبح سليمان ده اكتر حارس في الدوري السنه دي خد المباراة. نجم المباراه اه مع الجول عمل موسم قوي جدا طب وده جد. عرم الاتحاد السكندري على فكره اه جاد مع المصري عامل موسم جامد جدا السنه دي محمود جاد اه ومحمد بسام عامل موسم كويس جدا يعني انتوا على مين؟ لا معترضين على فكره معترضين وعلى فكره اللي من مختارين من كلهم كويسين آه. يعني هم كويسين, كويسين بس هم بيلعبوا بصيبة اساسيه ما هو انا برضو كراجل مدير فني منتخب ما هو عايز ياخد بقى. كابتن حسام برضو عايز يعمل ايه؟ يطلع بقى لعيبه المنتخب الاولمبي يعمل جيل بحمزه علاء باحمد نبيل كوكا بمحمد شحاته بمين تاني؟ بابراهيم عادل باسامه فيصل باسامه فيصل خمسه بص يا كابتن هرجع لحضرتك لنفس الكلام اللي قلناه ماش. قبل كده منتخب مصر معمول ليه؟ للاعيبه المميزه اللي بتلعب وبتشارك بشكل مستمر وبشكل دائم مع الفرق بتاعتها وفي نفس الوقت تبقى مؤثره وليها دور وأداء. خلي دول جاهزين يعني الجول دول جايين مع المنتخب الاولمبي كانوا لسه بيلعبوا في فرنسا, أنا فرنسا ما على دول مؤثرين آه. في انديتهم يا كابتن ما هو هو لا جعفر اه في ناس مؤثره ابراهيم مؤثر. عادل مؤثر ابراهيم محمد شحاته مؤثر مع الزمالك محمد بيلاقى بيلاقى كام كام فيصل مع البنك الاهلي محمد شحاته نبيل كوكا على فترات إيه؟ في الزمالك ونبيل كوكا على فترات في الزمالك واسامه فيصل مش الزمالك بتكلم دلوقتي واسامه فيصل واحسن ما كانش هي بص يا كابتن هي الفكره الفكره يا كابتن النقطه عشان بس يبقى الكلام واضح انا النهارده ما دام بدات ادخل لعيبه جديده وعناصر جديده على المنتخب يبقى لازم تبقى الاولويه للي بيلعب اه والاولويه بس اللي بيلعب الكبار ولا الصغيرين؟ اللي اللي كبير او صغير مش كبير فعل. او صغير ما هو الصغيرين كده كده بيلعبوا يعني محمد شحاته لعب اسامه فيصل اصلا لعيب منتخب اول ابراهيم عادل لعيب منتخب اول مش طيب. جديد على المنتخب حمزه علاء لعيب منتخبات بيلعب وبيشارك بشكل كويس بس هي يعني النقطه احتياجاتنا كمدير فني انا النهارده ما ينفعش مثلا اروح اجيب انا بالنسبه لي يعني التعليق بتاعي على القائمه بتاع كابتن حسام هو طبعا ليه كامل الحريه في اختياراته هو اللي يحاسب على الاختيارات دي هو اللي شايف اكتر ممكن يكون ليه وجهه نظر معينه وهيلعب بطريقه لعب معينه او بمجموعه معينه فهو عايز يركز عليها من دلوقتي ويستغل التصفيات بتاعت افريقيا انا مثلا حته حراسه المرمى شايف ان انا لو بفكر ادخل عنصر جديد يبقى لازم ادخل واحد يكون على الاقل بيلعب فممكن اكتفي بوجود محمد الشناوي وادخل حمزه علاء خلي بالك الرابع ده بيبقى دخوله كده بالتدريج انا بقول لحضرتك وادخل حمزه علاء كلاعب صغير في السن من المنتخب الاولمبي بيقدم بطوله كبيره ويبدا الاختراب بتاعتي فيما بعد بعد الحارس الثاني بعد الحارس الاول للناس اللي بتلعب وبتقدم اداء كويس ده رقم واحد رقم اتنين حته المدافعين انا النهارده واخد يعني خاصه اللي جوه اللي احنا اتكلمنا عليها كلها صغيره يعني محمود جاد ده كام سنه 25 صغير بالظبط إيه إيه صبح سليمان ده 25 يعني مم. مش مش بقول لك واحد مثلا فوق حته بس, بس برضه منتخبات قبل كده اكبر سي... ما لعبوش منتخبات قبل كده لا محمود جاد انضم مع كيروش ما لعبش ثواني بس مين اللي لعب مين اللي لعب في في حمزه علاء لعب اولمبياد شيري الشناوي مين اللي لعب فيهم فريق اول في منتخب مصر ماتش ما فيش شوبير ومهدي سليمان طب عادي يعني هي هي تمام طيب. مثلا إيه إيه تاني؟ محمد, محمد هاني مثلا ما بيلعبش الفتره الاخيره بشكل مستمر وانا النهارده <applause> وانا النهارده مثلا الراجل ده ممكن لا قدر الله بعد الشر يعني يتعور او تحصل في الامور امور تمام وواضح ان الكابتن حسام الماتشين اللي فاتوا ما لما لقى ان المستوى مش افضل حاجه كان بيستعين بزيزو في الحته دي طب اروح اجيب له محمد شحاته اللي هو اصلا مش البوزيشن الاساسي بتاعه كبكي وعمر طيب إيه يعني كمال وعمر جابر جعفر معترض عليه وكنت تتمنى لا ما كنت بتمنى اشوف أه عمر جابر حسين الشحات نبيل دونجا خاصه عمل سيزون كويس جدا <applause> بس بس الحراس النقطة دي الـ 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 ال شويه اللي قال لك السن كبير مش هياخد بقى كل اللعيبه كبار مش عق... يا كابتن ده منتخب مصر انا ماليش دعوه يعني معلش يعني ما يعني, إيه يعني واحد زي سام مورسي ده ما سام مورسي انا تماما انا انا مقتنع لعب تمام. ايب سويتش تاون طبعا شفناه في الـ الـ مع ليفربول قدام ليفربول وقدام مانشستر كويس كابتن وانا مقتنع تماما خلينا برضو يبقى عندنا قناعه ان اي حد لع... اي لعيب بيلعب في الدوريات الاوروبا الكبرى ان حسام لازم يبقى موجود في منتخب مصر لان هو اتمرن على نقطات عاليه جدا هنناقش القصه دي بعد ماتشات الكاس في الحلقه الجايه طبعا كابتن احمد خلص بينا بشكرك يا حسام حبيبك شكرا جزيلا بشكرك يا جعفر حبيبك جعفر. جعفر خلي بالك مهاجم جامد جدا في نادي دايموند يعني ميال شويه للعيبة الكبار <applause> لا والله هداف لغايه دلوقتي طب ما هو ما خدش اكرم توفيق والراجل كان معاه الفتره الاخيره كلها اكرم عامل مجهود على بس كبيرة جدا يعني طيب يعني بشكرهم شكرا جزيلا كابتن احمد جعفر وكابتن حسام حسن وبشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله